بسم الله الرحمن الرحيم. والله سبحان الله، يعني احنا عايشين في زمن مش النفاق ولا المنافقين. انا اعتقد يعني ما اعرف ايش التسمية اللي انا اقدر اسميها لشيء اعلى من النفاق، وخاصة النفاق في بعض من يدعي انه شيخ دين او عالم دين. اخواني، اذا ترجعون لحلقات قديمة يمكن من 3 سنين لي موجودة على اليوتيوب، انا قلت لكم ستتفاجؤون، والله راح تتفاجؤون يوم القيامة، ان في ناس كانوا يطلعون في التلفزيون ويخطبون فيكم ويعلمونكم الدين، راح يطلعون يوم القيامة ان هذول اصلهم صهاينة واصلا مش مسلمين. هذا غير اللي من يتاجر في الدين ويدعي انه شيخ دين، وهذا غير المخابرات. في بعض الدول المخابرات يمسكون واحد، وانت شنو وظيفتك في المخابرات؟ ان حولك شيخ دين من اجل اضلال الناس. والله يا اخوان الافاض، انا ما اضحك معاكم. غير البيبي بوكسرز، الحلقه اللي انا سويتها لكم عن البيبي بوكسرز، هذول الاطفال اللقطاء اللي يحطونهم في بوكس وياخذونهم يربونهم، هذول منهم الاطفال ياخذونهم المخابرات يربونهم من هو طفل، يربوا على افكارهم ان انت وظيفتك شيخ دين، انت وظيفتك وزير، انت وظيفتك اعلامي، انت يوزعون الوظائف بهدف اضلال البشرية. وراح تتفاجئون من الكم الهائل على مر التاريخ من ما يسمون انفسهم مشايخ ولحية وبسم الله وقال الله وقال الرسول، وهو اكبر دجال نصاب حذاء في ارجل السلاطين وارجل الحكومات بهدف ايش؟ اضلال البشر وتأييد الحاكم في ضلاله. حسبي الله ونعم الوكيل. ومن أكثر الأشياء اللي احنا قايم أنا أشوفها الحين، من أكثر الأشياء يمكن لو تلاحظونها في تويتر وبعض المشايخ، مسألة الضرائب وزيادة الأسعار وزيادة الرسوم. حاكم يوميا يفرض ضرائب، يوميا يفرض رسوم، يوميا يحط أشياء على الشعب ويمص دمهم، والشعب ساكت، وهناك من المشايخ من يطبل له. أنا أعطيكم مثال، وفي موجود، يعني لو تدخلون الآن على اليوتيوب وتدخلون على بعض الأشياء وتدخلون على بعض التغريدات لهالأنجاس اللي يسمون نفسهم شيخ دين، يسألها واحد: يا شيخ إحنا زادت التكاليف علينا وزادت الضرائب وزادت كذا، وإحنا إيش نسوي؟ بدل ما هذا النجس يقول نعم الحكومة ظالمة وهذه الرسوم واتقي الله يا حاكم، شو يقول لهم؟ هذا بسبب كثرة المعاصي واستغفروا، أكثروا من الاستغفار. يا حبيبي الحاكم حرام، أكثر من الاستغفار. كذلك في تغريدة ثانية قريتها من كم من يوم: يا فضيلة الشيخ الأسعار زادت والضرائب زادت والرسوم، والحاكم قاعد يفرض علينا رسوم، لا تخاف من رزقك، سيأتيك رزقك ولو كان في بطن الحوت. يا حبيبي أنا قاعد أقول لك الحاكم قاعد يحط علينا ضرائب، لا لا لا، بيك رزقك وإن كان في بطن، إيش دخل بطن الحوت في الموضوع يا حبيبي؟ ولا يطلع لك واحد يقولون له يا فضيلة الشيخ الأسعار الموبايل هذا كان بريال وصار الآن ب15 ريال، سأظل نائما لأني مؤمن وموقن أن الله يكتب رزقي ولن يأخذ أحد رزقي ولن يسرق أحد رزقي، ورزقي مكتوب في السماء وسيأتيك غصبا عنك. تغريدات كلها ضلال في ضلال، مشايخ ضلال في ضلال، ما يقولون كلمة الحق. يحط أنت السبب، أنت السبب، ليش ما تكثر الاستغفار؟ لا لا لا، الحاكم حرامي، نعم حرامي، لكن لا لا لا، أنت غلطان، قتلكم الله يا شعوب، الحاكم مستحملكم، مستحمل قرفكم. طاعة ولي الأمر، أطع الحاكم وإن أكل مالك وجلد ظهرك. ويفسرونها على كيفك أكل مالك، يعني الحاكم حرامي يصبر. من قال إن الحاكم حرامي يصبر؟ ومين وجلد ظهرك؟ لو الحاكم سجنك وبهدلك واغتصب أمك واغتصب يدتك، شب ولا كلمة.
والله إخواننا الأفاضل يعني تستغرب تستغرب من هل بعض الناس اللي يسمون أنفسهم علماء تقول له يا 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 عالم يا أخي الحاكم قاعد يفرض علينا ضرائب ورسوم ما أنزل الله بها من سلطان، ما يقول والله يا أخي إن الضرائب حرام وهذه تسمى بالمكوس وهذا حرام وهذا ما يجوز شرعا، ما يجوز إن إحنا نمص دم منا، لا 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 ما يتكلم هالكلام، يقول أنت الغلطان رزقك بيك لا تخافون عادي ويا ما صارت قبل واصبروا، أحلى شيء لما طلعك أصبر أصبروا فإن في الصبر 20 فائدة ومن صبر ظفر ومن، يعني كلام والله أنا أقول لكم ما قدرت أني أنا أستحضر هالأشياء وأجمعها وأقرأها لكم والله، لأن فعلا فترات متفاوتة وتحتاج مني مجهود أن أطلع لكم التغريدات وبعض مشايخ الضلال. إي والله رزقك في بطن الحوت سيأتيك يا شيخ، إحنا تعبانين الضرائب زادت والرسوم، رزقك في بطن الحوت سيأتيك رزقك ولا تخاف، ونام هادئ العينين فإن رزقك مكتوب وسينزل عليك. إيش الكلام الفاضي هذا؟ قاعدين تظلون الناس قاتلكم الله ما أنجزكم يا مخابرات يا مباحث يا لقطاء يا أنجاس يا أحذية، أنتم مفروض ما نسميكم مشايخ دينكم، أنتم دجالين، الدين بريء منكم وكلمة شيخ بريئة، هالكلمة بريئة منكم والله يا ناس. انتبهوا انتبهوا من هذول دعاة الضلال، دعاة الضلال، دعاة فعلا فعلا اللي يبون يودونكم في 60 داهية، وقالها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم ألقوه فيها. هذه من علامات الساعة أن يعني يكون عندنا دعاة واقفين يعني كتشبيه كأن هذا الداعية واقف على أبواب جهنم، اللي يطيعهم والله راح يطلونه في جهنم، اللي ينادي بالبيت الإبراهيمي واللي نطاعة ولي الأمر. أطيع ولي الأمر الكافر؟ إحنا عندنا كثير من أولي الأمر كفار يا حبيبي كفار، لا 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 طيعه طيعه، أطع الأمير، أطع طاعة طاعة بالقرآن الكريم عندهم إلا. وتبرير أي حاجة الكلاب الأنجاس أي حاجة يسويها الحاكم فورا تبرير من الدين، ومثل هذا النجس راح أسوي له حلقة اللي يقولك والله لا 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 على مر التاريخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش الإزالة، ما نزيل المنكر، ما نخليه خلوه، نشوف دعارة في الشارع خلوهم، وين جايبينها؟ وين طالعين هذول؟ من وين طالعين؟ الدجال الأعور هذا بريء منهم، مسيلمة الكذاب بريء منهم، رأس المنافقين ابن سلول هذا بريء منهم، هذول فاقوا فاقوا فوق فوق. أنا أقول لكم لم أجد، أنا قاعد أفكر في كلمة أعلى من النفاق لم أجد، مو بعارف إيش أسميهم، لأن النفاق بريء منهم حسبي الله ونعم الوكيل. فالحذر الحذر من دعاة الضلال إخواني الأفاضل، والله هذول إذا واحد غرد تشتكي له تقول له والله الضرائب زايدة ويقول لك والله بطن الحوت وأصبر وأكثر الاستغفار وسيأتيك رزقك، هذول كيلوا لهم أكبر، حطوا أكبر وأكثر شتايم في هالأنجاز دعاة الضلال. أتمنى رسالتكم وصلت.